مقتل 5 جنود من القوات الحكومية الليبية المعترف بها دوليا في انفجار عبوة ناسفة استهدفتهم في بنغازي شرق البلاد، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية القريبة من هذه الحكومة. قوى الأمن اللبنانية تخرج ناشطي المجتمع المدني الذين اقتحموا مكاتب وزارة البيئة احتجاجا على عجز الحكومة عن معالجة أزمة النفايات، وقد تخللت عملية الإخراج صدمات لم تدم طويلا خارج مبنى الوزارة. المقاومة الشعبية اليمنية تعلن مقتل 56 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح في غارات مكثفة شنها طيران التحالف العربي على مواقعهم في محافظة تعز وسط اليمن. وأفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان أفاد بمقتل وجرح عدد من المدنيين في قصف للحوثيين على الأحياء السكنية في وادي القاضي. ناشطون سوريون من مدينة مارع شمالي حلب يؤكدون قصف تنظيم الدولة الإسلامية لمارع بقذائف يعتقد أنها تحوي غازات سامة، وأصيب 20 شخصا على الأقل بحالات اختناق في هذا القصف. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يعلن في تقريره السنوي أن قطاع غزة قد يصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020 مع تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية فيه. وجاء في التقرير أن 8 سنوات من الحصار و3 حروب فتكت بقدرة القطاع على التصدير والإنتاج للسوق المحلية وحطمت بنيته التحتية.